بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيسعدني كسكرتير عام لمحافظة شمال سيناء ان انا ارحب بالتحالف الوطني والهلال الاحمر ومصر الخير. رحب بالاستاذ عمرو مجدي، ده مسؤول التحالف الوطني في محافظة شمال سيناء، والدكتور خالد الهلال الاحمر في محافظة شمال سيناء، والاستاذ محمد راجح مصر الخير. وبحب انوه بس ان احنا بدأت يمكن أول شاحنة مستلزمات طبية بدأ بها الهلال الأحمر المصري كانت 8/10، يمكن تاني يوم من الأحداث، وبعد كده توالت المساعدات لأهلينا في قطاع غزة اعتبارا من يوم 21/10 حتى الآن. ويمكن في عجالة كده من 21/10 لغاية النهاردة لغاية 30/10 التحالف الوطني دخل عبر فعلا من المعبر لغاية دلوقتي 86 شاحنة. ال 86 شاحنة دول عبارة عن 1200 طن مستلزمات ومواد غذائية وأدوية. بالإضافة كمان أن الهلال الأحمر ومصر الخير يمكن عبر لغاية دلوقتي 107 شاحنة بإجمالي 1902 طن. أنا بقول الكلام ده إجماليات، وحنسمع بقى دلوقتي من الأستاذ عمرو مجدي اللي هو ممثل التحالف الوطني في محافظة شمال سيناء، هيقول لنا ايه المجهودات اللي قدمها التحالف من ساعة ما بدأنا لغاية دلوقتي. اتفضل. مساء الخير، انا عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية في التحالف الوطني. كنت حابب الأول بس كده أوجه الشكر لمحافظة شمال سيناء على استضافتنا في المؤتمر الصحفي عشان نعلن موقف المساعدات اللي بتتقدم لأهلنا في قطاع غزة بعد الأزمة اللي موجودة في القطاع من يوم 7 أكتوبر. الحقيقة ان احنا في الاول حابين ان احنا نقول ان التحالف الوطني هو عبارة عن 34 مؤسسة من كبرى المؤسسات، هم اعضاء التحالف الوطني على مستوى الجمهورية، فيهم دول المؤسسات المركزية، وفيهم 34 ألف جمعية قاعدية في مختلف المحافظات، بالإضافة لعدد كبير من الموظفين والمتطوعين والمقرات والأماكن اللوجستية اللي نقدر ان احنا نقدم فيها الدعم. الحقيقة ده خلانا كنا من أوائل الناس اللي استجابت بعد الأزمة، وكنا متواجدين عند المعبر بشكل سريع جدا. كان أول قافلة وصلت من التحالف الوطني عند المعبر هم عبارة عن 106 شاحنة، بتختلف المساعدات المقدمة فيهم ما بين مساعدات غذائية ومساعدات طبية، وما بين كساء زي الحفا والبطاطين والملابس وغيرها من المساعدات المطلوبة. تفصيل ال 86 الشاحنة اللي عدت المعبر إلى الآن إلى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها، هما 56 شاحنة من المساعدات الغذائية بتتنوع ما بين الغذاء أو المواد الغذائية والمياه ولبن الأطفال، في 15 شاحنة مساعدات طبية بتتنوع ما بين الأدوية والمستلزمات الطبية، وعشر شاحنات من المساعدات المتنوعة، وكل شاحنة فيها مساعدات متنوعة على الأقل، فيها يا مواد غذائية يا مساعدات طبية يا إما الاثنين معا. فبنقدر نتكلم كمان عن 5 شاحنات كاملة من المساعدات من الكساء والأغطية زي الحفا والبطاطين اللي وصلت اللي خرجت من المعبر عندنا. إجمالي الحمولة دي 1200 طن، بتمثل أغلب المؤسسات الأعضاء في التحالف، لدرجة أن حصل تكاتف كبير الحقيقة ومحدش اهتم إطلاقا بالشكل الإعلامي ليه. فوجدنا بعض المؤسسات كانت حريصة على سرعة وصول المساعدات، فوضعت المساعدات بتاعتها في شاحنات لمؤسسات أخرى عشان تقدر توصل بشكل أسرع. بنجد أن في عدد كبير جدا من المتطوعين موجود، كان موجود عند المعبر بالفعل تخطى 1500 متطوع. 1500 متطوع من مختلف المؤسسات كلهم حاولوا في تجهيز وإعداد المساعدات اللي هتوصل للمعبر، اللي هتوصل لي أهلنا في اللي هتعبر المعبر وتوصل لأهلنا في فلسطين. الحقيقة أنه كلهم كانوا بيساهموا في كل شيء تقريبا، ولكن العدد ده مش هو عدد المتطوعين اللي ساهم في المساعدات دي، لأن في آلاف المتطوعين وعشرات آلاف المتطوعين موجودين في القاهرة وفي المحافظات المختلفة بيعدوا الشاحنات قبل ما تيجي أصلا لشمال سيناء. ده بشكل عام الموقف إلى الآن، وإحنا مستمرين في إرسال المساعدات ومستمرين في قوافل أخرى من المساعدات لإغاثة أهلنا في قطاع غزة. شكرا. طبعا هنسمع الدكتور خالد هيقدم إيه هي حجم المساعدات اللي قدمها الهلال الأحمر اعتبارا يمكن من 8/10 لغاية النهاردة 30/10.
اتفضل يا دكتور. خلينا في البداية حابب أوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى شكر لمحافظة شمال سيناء متمثل في معالي السيد وزير المحافظ ومعالي السكرتير العام اللي كانوا من أول اللحظات دعم مستمر لدخول الشاحنات ونزول الطائرات وكذلك معبر رفح البري. الرسالة الثانية رسالة شكر لمتطوعين الهلال الأحمر. احنا عندنا اكتر من 600 متطوع من شباب مصر كلها موجودين على ارض شمال سيناء، اشتغلوا لغاية دلوقتي حتى اللحظة اللي انا بكلمكم فيها اكتر من 70,763 ساعة عمل متواصلة ليل بالنهار من بداية نزول الطائرات وحتى وصول الشاحنات الى معبر رفح. يمكن الرسالة الثالثة اللي هي شكر ورسالة تضامن من ارض شمال سيناء إلى أصدقائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني، ورسالة تضامن إن هم دائما من يمكن زي ما قال معالي السكرتير العام إنه من بداية 7 أكتوبر وحتى اليوم في خط مستمر وتواصل ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري، وغرفة عمليات متواصلة موجودة في القاهرة بالتعاون ما بين وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري، لأنه الطائرات اللي انتم شايفينها بتيجي عبر مطار العريش الدولي اللي وصل عددها لغاية دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها 57 طائرة ما بتجيش بشكل عفوي، ولكن بتيجي بناء على تنسيقات كبيرة جدا بتتم بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري، اللي بدورنا بيتم رسالة إلى الدول العربية والدول الصديقة. وبأرقام بسيطة جدا عدد الدول اللي أرسلت حتى اليوم شاحنات هي 19 دولة و14 منظمة. إجمالي الوزن الجوي اللي وصل لغاية مطار العريش 1343 طن. إجمالي الوزن البري 3997 طن، دول اللي دخلوا شمال سيناء. يمكن لو بصينا على حجم إجمالي المساعدات اللي وصلت هنلاقي رقم مهم جدا، إنه مصر، وأنا بتكلم على مصر على منظمات اللي هي المجتمع المدني بكافة طوائفها سواء بقى هلال أحمر تحالف وطني كافة المؤسسات، قدمت 990 طن. الدول العربية والدول الصديقة 134 طن، والمنظمات الأممية كلها 776 طن. وهنا لازم نقف لحظة، إنه دائما مصر في طليعة سواء كأشخاص أو كمؤسسات أو كمنظمات بتكون هي في طليعة المؤسسات اللي بتقدم كل شيء. يمكن يحضرني حاجة بسيطة جدا، إنه في سيدة بسيطة من كام يوم جت قالت والله أنا عايزة أتبرع، لقيتها جايبة 11 توب قماش أبيض عايزة أتبرع بيه أكفان للفلسطينيين، لأن أنا شايف إن هم ما عندهمش أكفان. ده بيقد بي بي بناخد منه قد ايه عظمة الستة المصرية وقد ايه عظمة مصر في إدخال المساعدات، واحنا ما بنهتمش لأن مصر هي اللي بتدخل المساعدات. ويمكن احنا كلنا، وبذكر أصدقائي من التحالف الوطني ومصر الخير، ان احنا كلنا نسيج واحد في همنا حاجة واحدة بس، إدخال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين. واحنا بنطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني وفتح معبر رفع على مصراعيه لإدخال كافة الشاحنات، لأن كل اللي بيدخل ما هو إلا نقطة في محيط الاحتياجات اللي محتاجها غزة. ويمكن في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة في سؤال قال أنتوا عايزين إيه، قلت أنا عايز ندخل كل الشاحنات اللي أنتوا شايفينها واقفة وراكم، وفي أكتر من 500 شاحنة جاهزة سواء من التحالف الوطني أو من هلال أو كافة المنظمات جاهزة للدخول لغزة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا هنسمع برضو مجهودات مصر الخير في الدعم أهالينا في غزة اعتبارا من 21/10 حتى 30/10، وده حصر لكل المساعدات اللي تقدمت خلال الفترة اللي فاتت. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يمكن مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
احنا يمكن كان التحدي الاكبر عندنا او يمكن الدور الاكبر للتحالف الوطني هو فكرة دخول المساعدات نفسها لأهلنا في غزة. يمكن احنا مرينا فترة عصيبة جدا في بداية الأزمة وهي عدم دخول المساعدات، ويمكن يعني ناس كتيرة جدا حاولوا ان هم يحبطونا وان هم يأثروا على عزيمتنا وان يوصلوا دايما رسائل لنا بان المساعدات مش هتمر لأهلنا في غزة. يمكن احنا كنا مرابطين تقريبا بقالنا حوالي 15 يوم عند معبر رفح، عملنا معايشة كاملة للمتطوعين وللسائقين بحيث ان هم يقدروا يكملوا ويستمروا خلال الفترة اللي فاتت. ده بالإضافة لان احنا كان معنا فريق من يعني فريق من الشباب المتطوعين اللي عندهم قدرة على شد عزيمة الشباب وتحمسهم وزيادة عزمهم من اجل وصول المساعدات وعدم اصابتهم بالإحباط اللي كان بعض الصحف او بعض الناس كانوا بيحاولوا يوصلوا ليهم بان المساعدات مش هتمر. يمكن توفر معنا خلال الفترة اللي فاتت أكتر من 1500 متطوع في بعض الأيام عند معبر رفح ساهموا في إعداد وإعادة تجهيز الشاحنات مرة أخرى عشان تكون مناسبة للاشتراطات والمعايير اللي طلبتها المؤسسات الدولية عشان المساعدات تمر يعني لأهالينا في غزة. كمان أعدنا ترتيب الشاحنات زي ما وضحنا من شوية، أعدنا ترتيب الشاحنات بحيث أنها تكون مناسبة للأولوية مش مناسبة لفكرة مين المؤسسة اللي هتخش الأول. يمكن بمنتهى التعاون والمشاركة ما بين المؤسسات كلها أول شاحنتين مروا لأهلينا في غزة كانوا أدوية وتم تجميعهم من كل المؤسسات تقريبا المشاركة في التحالف الوطني واللي كانت مشاركة في المساعدات اللي وصلت لأهلينا في غزة. بخلاف ده يمكن السيد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة أسند لمؤسسة مصر الخير ملف العالقين ووفر لهم دار ضيافة. يمكن في حوالي 280 شخص فلسطيني من أهلنا في فلسطين موجودين هنا مش قادرين ان هم يرجعوا غزة في ظل الظروف طبعا الراهنة، فتم توفير دار ضيافة ليهم من قبل المحافظة وتم توفير فرش ليهم برضو من قبل المحافظة. واحنا كمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني قدرنا ان احنا نوفر متطوعين يفرشوا المكان ويجهزوا لاستضافة اهالينا من فلسطين العالقين حاليا هنا يعني. ده بالاضافة لان احنا عملنا مطبخ دائم، يمكن سيادة المحافظ كان برضو تبرع علينا بجزء من المساعدات اللي احنا نقدر نوفرها للعالقين بخصوص المطبخ يعني. بالاضافة لده مؤسسة نصر الخير عاملة مطبخ حاليا في المعبر لمعايشة المتطوعين اللي موجودين عند المعبر، ومطبخ للعالقين موجود حاليا داخل دار الضيافة بحيث ان هو يعني يقدم كافة الخدمات الممكنة لأهالينا العالقين يعني. احنا الاهم دلوقتي يمكن طبعا احنا زي ما دكتور خالد كان بيتكلم فكرة ان احنا محتاجين ان المعبر يتفتح بشكل اكبر، ان المساعدات تمر بشكل اكبر. كمان احنا بنناشد ان احنا يعني عايزين يبقى في وقف لاطلاق النار. يمكن احنا دايما بنشوف في استهداف للمدنيين بشكل مباشر، في استهداف للمستشفيات بشكل مباشر، في استهداف للاطفال بشكل مباشر. دي يمكن يعني انا عايز اقول ان دي لا تعتبر قضية فلسطينية ولا قضية عربية، دي قضية الانسانية. لازم المؤسسات الدولية والمؤسسات العالمية تتخذ موقف اقوى من كده اتجاه وقف اطلاق النار. المساعدات طبعا شيء مهم جدا والحمد لله ان احنا جزء منه وبنشارك فيه وبنوصلها، ولكن الاهم هو وقف اطلاق النار. مفيش حد يقبل تماما بقتل الابرياء اللي احنا شايفينه ده بشكل مستمر وبشكل يومي واعداد كبيره جدا. احنا بنتكلم في اكتر من 2000 طفل دلوقتي تقريبا توفوا. بعيدا عن ده احنا شفنا قبل كده في مواقف مماثله المجتمع الدولي اتخذ اجراءات اقوى من كده واتخذ ممارسات اقوى من كده مع بعض الدول الثانيه اللي زي مثلا العمليه العسكريه الروسيه او الحرب الروسيه على اوكرانيا. فاحنا كنا نتمنى من المجتمع الدولي ان هو يتخذ مواقف اقوى من كده. ممكن يكون في عقوبات، ممكن يكون في مقاطعات للعلاقات، ولكن الموقف الحالي مش شايفينه بالقوة المناسبة للجرائم اللي بتحصل في حق اهالينا في فلسطين. شكرا. طبعا انا بشكر طبعا التحالف الوطني وبشكر الهلال الاحمر المصري وبشكر طبعا مصر الخير، وكمان بنشكر الدول اللي هي
بعتت مساعدات، وبنتمنى المزيد، لأن في الفترة اللي جاية إن شاء الله لما يبقى فيه سماحية بعبور المصابين فهيبقى عندنا العبء هيزيد، هنبقى محتاجين المجهود ده يتضاعف، مش محتاجين إن العملية كل ما بتمر يوم الناس الدنيا بتبدأ تهدى، لأن خلي بالكو تبعات اللي حصل ده هيفضل مأثر سنين قدام، لأن في ناس مش فقدناها بس، وفي ناس إصابتها خطيرة جدا. فمجرد ما نفتح إن شاء الله يبقى في حركة للمصابين للعلاج، فإحنا مش هنبقى محتاجين بس الأدوية وكمان لا ده إحنا هنبقى محتاجين مش الأدوية والسلع والمواد الغذائية والكلام ده، ده إحنا هنبقى محتاجين كمان إعاشة للناس اللي موجودة دي، وبخاصة هيبقى معاهم مرافقينهم. إحنا كمحافظة بتوجيهات من معالي الوزير محافظ إحنا مجهزين الأماكن دي، مجهزين الأماكن اللي هي هتخدم على إن شاء الله على المرافقين للمصابين إن شاء الله، بمجرد ما يبقى ليهم حركة من فلسطين لعندنا داخل الدولة داخل مستشفياتنا للعلاج إن شاء الله. فده محتاج إن إحنا نفضل لسه لغاية دلوقتي ما تذكرش الوقت، ولكن إحنا بنجهز لده، إحنا بنجهز لده إن شاء الله. فإن شاء الله مجرد ده ما يتم هيبقى محتاجين إن شاء الله المجهود يتضاعف، ومحتاجين الـ يفضل المنافسة بين الجهات المشاركة في الخير تتضاعف كمان، علشان نقدر نخدم أهالينا إن شاء الله اللي هيشرفونا هنا للعلاج من غزة. الحاجة التانية كمان أنا بفكر إن المجهود ده دايما نقول المجهود إحنا إيه اللي اتبذل لغاية دلوقتي، وإيه اللي في الفترة البسيطة ده اللي ضفناه. إحنا قصدنا إن إحنا نقول المعونات اللي تقدمت من التحالف أو مصر الخير أو الهلال الأحمر، علشان برضو يبان مجهود الناس وحجم المساعدات اللي جت، بالإضافة كمان لما إحنا نقارن ده بالعمليات اللي بتحصل إحنا لسه نقطة بحر، لسه كتير علشان نأدي للناس دي باقي الخدمة اللي هم محتاجينها، لأن إحنا لغاية دلوقتي ما تمش اختبارنا قوي في موضوع الأدوية والمستلزمات لغاية دلوقتي، هيبان ده في الفترة اللي جاية مجرد ما يسمحوا بنقل المصابين للعلاج. أنشأنا المستشفى الميداني في الشيخ زويد، وانتخبنا ثلاث أماكن هنا إن شاء الله اللي هتبقى للإفاقة لأهالينا، منهم مكان في الشيخ زويد ومكانين هنا في العريش، وده إن شاء الله بيتم على خدم الوساخ مجرد ما الأمور تبقى أيسر وأسهل ويبقى في حركة للمصابين هيبقى ده موجود. المستشفى دي يمكن كانت ساعت ليها وزارة الصحة طبعا بالتنسيق مع الانتاج الحربي وتم تجهيزها.